متابعين سالي بصباحنا، ورح ننتقل إلى أولى فقراتنا وهي الفقرة الطبية. يعني دائما بنقول هداك المرض الورم، الله صحيح يبعده عن كل العالم. اليوم موضوعنا عن السرطان، وكثير نحن بنسمع عن الإصابات، شو أسبابها وكيف بينشأ السرطان بأجسام وبأجسام تانية بيتم الشفاء من السرطان. رح نتعرف أكثر مع ضيفنا يلي اليوم نحن بكل فخر بدنا نستقبله، الدكتور نادر محمد عبد الله، رئيس شعبة الأورام الطبية في مشفى تشرين باللاذقية، وعضو لجنة الرابطة السورية للأورام، وعضو اللجنة الوطنية لبروتوكولات الأورام. أهلا وسهلا فيك وألف الحمد لله على السلامة، نورتنا دكتور. الله يسلمك، أول شيء صباح الخير للجميع. بالبداية الرحمة للشهداء والشفاء للجرحى والعودة الآمنة للمفقودين والنصر لسوريا وقائد سوريا ولكل إنسان شريف في هذا البلد، وأهلا وسهلا فيكم وشكرا. أمين يا رب. دكتور أهلا وسهلا فيك، يعني اليوم لنا وقفة لمرض خلينا نقول شوي بشكل هاجس عند الكتار، يعني وهو حتى صار بالفترة الأخيرة شوي شائع. خلينا نعرف اليوم مشاهدينا ما هو السرطان، ونحكي شوي عن الأورام وهل هي شيء جيني يحدث حتى بيتم يعني تشخيص أنه هذا المرض هو سرطان. هلا حقيقة الأمر كتعريف علمي للسرطان هو تكاثر عشوائي وغير منظم للخلايا الطبيعية الموجودة في الجسم، حيث تفقد آلية الانقسام والتمايز الطبيعية وتتكاثر بشكل مستمر وتكتسب صفات التسرطان التي بالبداية القدرة على اجتياح الأنسجة المجاورة وتشكيل أوعية دموية جديدة وبالتالي الانتشار والانتقال للبعد، بالإضافة إلى ذلك تفقد خاصية الخلية السرطانية، تفقد خاصية الموت الطبيعي. من المعروف لدى الجميع أن الخلايا الطبيعية بالجسم لها مدة حياة معينة تتراوح من ساعات إلى عدة أيام أو أحيانا عدة أشهر، كما في الكريات الحمراء 120 يوم. أما في الخلية السرطانية لا تموت الخلية السرطانية، تعمل بشكل دائم، تتكاثر بشكل مستمر، لا تموت إلا إذا نحن أعطينا أدوية أو أجبرناها على الموت أو قمنا بإجراء معين لقتل هذه الخلية. طبعا السرطان هو مثل ما تفضلت بالبداية في هاجس وخوف كبير من قبل المجتمع حول مرض السرطان. حاليا مرض السرطان هو مرض غير مقلق وغير مخيف وغير مميت. السرطان هو مرض مزمن وهو مرض شافي في معظم الحالات إذا تم الاكتشاف في مرحلة مبكرة، وهو كأنذار أحسن أفضل بكثير من العديد من الأمراض التي يتقبلها المجتمع، مثل القصور الكلوي المزمن أو الداء السكري أو الربو أو قصور القلب أو ما شابه ذلك. فببعض مرضى القصور الكلوي المزمن مرض مزمن لا يمكن الشفاء، لا يمكن الشفاء منه، والمريض يحتاج إلى جلسات غسيل دورية كل 3 إلى 4 أيام جلسة غسيل. بالمقابل مريض السرطان أو مرضى السرطان إذا اكتشف في مرحلة مبكرة وعالج بالطريقة الصحيحة يتم الشفاء بشكل كامل. ما من هنا نحن يأتي دورنا بالكشف عن أسباب هذا السرطان. السرطان ينتج عن عدة أسباب. جميعنا يتعرض لعوامل خارجية يومية سواء كانت فيزيائية أو كيميائية أو إنتانات. فمثلا من التلوث البيئي المحيطي، من التدخين، من الكحول، من أشعة الشمس، كل الناس تتعرض إلى هذه عفوا إلى هذه العوامل. ولكن تفضل شاب ماي تفضل. يعني دكتور اليوم موضوعنا كتير مهم، وتتمة لحديثك بس اسمح لي داخل شوي بسؤال. في كتير من الأشخاص بيتم الكشف المبكر على الخلية السرطانية الموجودة بالجسم، كتير من الأشخاص بتتقبل العلاج وبتروح، وكتير من الأشخاص جسمهم بيرفض العلاج. كمان خلينا نوضح هاي النقطة، ليش في أجسام بترفض العلاج أو بعشعش مثل ما بيقول الأورام، بتعشعش بخلايا الجسم؟ هلا هذا الموضوع، الجسم يرفض العلاج والجسم يتقبل العلاج. هلا هذا موضوع يتعلق بخليه الانسان. نعم. هلا هذا قد يكون موضوع اخر في 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 العلاج النوعي للسرطان. بالبدايه نحن خلينا كيف فينا نحن نكشف السرطان بمرحله مبكره، كيف فينا نتغلب عليه، كيف فينا نعرف اسباب حدوث السرطان. كنا مبلشين بالحديث انه كل الاجسام عند كل الناس تتعرض بشكل يومي لاعتداءات خارجيه من عوامل بيئيه محيطيه
أو ما شابه ذلك، ولكن الإنسان بداخل الإنسان هناك جينات مثبطة لهذه الطفرات، وبالتالي هناك ناس تتغلب على هذه العوامل لا يحدث لها هذا سرطان، ولكن مع التكرر والتعرض المزمن لهذه العوامل يحدث ضعف عند بعض المرضى في هذه الجينات وبالتالي يحدث السرطان. إذن هي المعادلة بسيطة، عندنا عوامل محرضة خارجية أو قد تكون داخلية، وعندنا الجينات مثبطة للورم موجودة عند كل إنسان، فعند حدوث أي خلل في هذه المعادلة وخاصة ضعف الجينات يحدث السرطان عند بعض الأشخاص ولا يحدث عند بعض. طب شو هو الخلل؟ هو ضعف في هذه الجينات، نحن نسميها الجين سيبرسير أوف تيمور، إذا الجينات المثبطة لحدوث الورم نتيجة التعرض المزمن المدخن لفترات طويلة يحدث عنده ضعف، وبالتالي هو مؤهب أكثر لحدوث الأورام عند شخص غير مدخن. الشخص الكحولي يتعرض بشكل مزمن للكحول يحدث ضعف في هذه الطفرات، وبالتالي هو معرض أكثر لحدوث أورام مثل أورام الخلية الكبدية. الأشخاص الذين يتعرضون لأشعة الشمس بشكل متكرر مؤهبين أكثر لحدوث مرض مثل الميلانوما مثلا، وهذا يؤدي إلى ضعف في المورثات. الإنتانات مثلا، كلنا نعرف الملتوي البوابي او الهيليكوباكتر بيلوري باورام المعده، اكتشاف المبكر وعلاجه يمنع حدوث السرطان في مرحله لاحقه. نعم. الانتان بالهيمن بابيلوما فيريس وعلاقته بسرطان عنق الرحم، النساء اللي بيصير عندنا الانتان بيعالجوه بمرحله مبكره يؤدي الى وقايه من نعم. من سرطان عنق الرحم. من هون نحن كمان بعد ما عرفنا العوامل المؤهله للسرطان لازم نتحدث شوي عن موضوع الوقايه. بيجي هون عندنا دور موضوع الوقايه من الاورام بتجنب هذه العوامل جميعا، وبالتالي نحن بنسميها الوقاية الأولية من حدوث الورم وحدوث السرطان. وهناك نوع من الوقاية الثانوية اللي رح نيجي عليها هو من خلال برامج التقصي والكشف المبكر عن السرطان، وبالتالي إمكانية العلاج في مراحل مبكرة وإمكانية الشفاء عند أغلب المرضى. يمكن دكتور يعني في نقطة كتير مهمة هلأ كمان حطيت أو سلطت الضوء عليها، هي أيضا الكشف المبكر قد ايه له أهمية بأنه نحن نحد من هذا المرض، وأحيانا إن شاء الله يا رب للكل هو دائما بيكون بالشفاء يعني العاجل. يعني منشوف أنه اللي فحصين بشكل مبكر علاجهم هو أسهل من الأشخاص يلي صار عندهم تقدم بمرحلة المرض. خلينا نركز عن الكشف المبكر دكتور. طبعا الكشف المبكر احنا بالنسبه لنا من ناحية الفيزيولوجي بيكون الخليه السرطاني لسه ما اكتسبت صفات الخباثه بشكل كبير، ما اكتسبت صفات التعنيد للمعالجه. الكشف المبكر يتم من خلال احنا بنسميه برامج التقصي او التشخيص المبكر. برامج التقصي عندنا اكثر الاورام شيوعا حاليا في الدهي اورام الثدي، اورام عنق الرحم، اورام الكولون، اورام البروستات، اورام الرئه. خلينا نركز عن ورم الثدي كونه هو الورم الاكثر شيوعا عند النساء والورم الاخطر. وبهالمناسبه نحن حقيقة الأمر بسوريا برعاية كريمة من السيد الرئيس بشار الأسد والسيدة الأولى، نحن من أربع سنوات انطلقت حملة الكشف المبكر عن سرطان الثدي، حملة سنوية بإجراء ماموغرافي وإيكوغرافي لكل السيدات وبشكل مجاني، وافتتحت العديد من المراكز من أجل هذا الإجراء وللتقليل أو للكشف المبكر عن سرطان الثدي وبالتالي المعالجة المثلى عند هؤلاء المرضى. فهذا البرنامج نحن حاليا خلال السنوات الثلاث الماضية صرنا عم نشوف أورام ثدي بقطر 0.5 سم بقطر 1 سم. هذه العلاج الجراحي قد يكون كافي، لا تحتاج المريضة إلى أي علاج إضافي، لا جراحي ولا شعاعي ولا حتى في بعض الحالات قد تحتاج إلى معالجة هرمونية عبارة عن حبة يوميا مثل دواء ضغط مثل دواء سكري مثلا. وحاليا نحن ضمن خطة كمان بهالمناسبة نحن بدنا نتشكر اللجنة الوطنية للتحكم بالسرطان، لأنه طبعا هي تحت رعاية السيدة الأولى، أنه في عندنا خطة لقدام للكشف للأمام للكشف عن العديد أو لدخول العديد من الأورام ضمن برنامج التقصي، من ضمن سرطان عنق الرحم ومن ضمن سرطان الكولون. حاليا متوقع أن احنا عم نحط اللمسات الأخيرة لأطلاقها ضمن استراتيجية الكشف المبكر عن السرطان. نعم دكتور، خلينا نحكي بنقطة كتير مهمة وهو عامل الوراثة. يعني في كتير من الأشخاص هن يمكن بيحملوا عامل وراثة يصيبوا بالسرطان، بيقولوا أنه هي وراثة. الوراثة قديش إلى دور
مع العوامل الخارجية يلي نحن حكينا عنها من شوي. خلينا بس نسترسل. اوكي هلا حقيقة الأمر بمفهوم الوراثي، أنا في بس بدي أوضح من طرف فكرة. مين الأب ولا الأم؟ هي بدي أوضح فكرة، هون في مفهوم خاطئ حتى بالتعبير. يعني الوراثي نحن بس نقول كلمة الوراثي يعني بالنسبة للجميع أنه الأب والأم يورث السرطان للأبناء، أتوقع هي المعادلة غير صحيحة. هناك شيء يسمى استعداد وراثي، هو استعداد وراثي من قبل الأبناء أو من قبل الأولاد للإصابة بالسرطان. السرطان لا يورث بالطريقة المفهومة ضمن إطار المجتمع، يعني مو مثل السكري والضغط. لا حتى السكري والضغط نفس حتى الأمراض كلها لا تورث. نحن هناك استعداد من قبل الشخص، بدليل لما نبلش نحن بتوقع كلنا عندنا حالات بالمجتمع لاب وام يعني غير ما بيسمعوا يعني عندهم حادثه الصم، بالمقابل بنشوف الاولاد عم يسمع او اثنين ما بيشوفوا، بنشوف بيجي ابن الى حد ما او الى ابن بيشوف. نحن عندنا بالاورام حتى في بنعرف اباء من متلازمه داون ابنائهم هن سليمين تماما صح. حتى نحن مثلا عندنا، انا مثلا عندي كثير من الحالات الاب معه سرطان، الام معه سرطان، العيله كلها ما حدا معه سرطان. لذلك هناك استعداد من قبل الأب الأولاد أو الأبناء لحدوث السرطان نتيجة عوامل معينة. كمان نحن ضمن إطار بيئة واحدة، أم مصابة بالسرطان ليكون عندها 5 بنات ممكن تصاب واحدة، ليش ما نصابوا الأربعة؟ كمان هذا سؤال يطرح. صحيح. إنه دليل إنه هذه قد تلعب البيئة المحيطية الموجودة عند هذه السيدة غير البيئة المحيطية الموجودة عند البنات أو البنات الأربعة التانيين، فبالتالي هي أصيبت وهدول ما أصابوا. والإمكانية بالدائرة الأكبر من قبل العمات ولا الخالات؟ لا هو نفس الفكرة، نفس الموضوع. يعني أنا الفكرة بدي أوضح أنه هو الشخص عنده قد يكون عنده خلل جيني معين أو خلل وراثي معين، بس في عوامل أخرى ساعدت لها الموضوع، وليس الأب والأم ورثوا السرطان. كمان هيك كانت من باب الفكاهة، إذا كان أب طبيب وأم طبيبي مثلا وعندهم ولدين، ما شرط اثنين يجوا أطباء. إذا الواحد اللي بيجتهد منهم بيصير طبيب، أما الثاني إذا ما اجتهد ما راح يصير طبيب. صحيح. ما حيورثوا الطب. صحيح. هي معادلة بسيطة. بس يمكن كمان تأكيدا لهذا الحديث دكتور، لحديثك أنه كل جسم له استعداد وقابلية يختلف عن الجسم الآخر، بغض النظر يمكن العوامل الخارجية اللي حكيت عنها هي بتلعب دور كبير، بتلعب دور إضافي. حتى الغذاء الصحي، يعني نحن وقتنا نتناول أي غذاء خلينا نقول ندير بالنا على أكلنا من ناحية الملونات خلينا نقول أو الصبغيات اللي هي بتدخل للجسم ممكن تعمل انقسامات، وأيضا كمان الأكل اللي يعني يلي داخله شوي هرمون، يعني مثل ما بنعرف أحيانا الوجبات السريعة بتقول إنه هي يعني نوعا ما هي أكثر الأشخاص اللي بتناولوها إنه أكثر عرضة لهيك أمراض ممكن تكون سرطانية. هل هالمعلومة صحيحة؟ والغذاء الصحي إلى أي حد بيلعب دور؟ طبعا نحن الغذاء أو بشكل عام له دور في كعامل مؤهب لحدوث السرطان وليس كمسبب، كعامل مؤهب. تمام. نحن وخاصة رح استغل الفرصة بموضوع الطعام، رح قسمه لجزئين، جزء كوقاية وجزء عند مرضى اللي بيصير عندهم سرطان. كمان نحن هون فرصة لنوجه رسالة انه في هاجس كتير المريض او المريضة بعد بيصير مع سرطان، موضوع الاكل. المجتمع كل لبن لا تاكل لبن، كل لحم لا تاكل لحم، بعد عن السكر لا تاكل السكر. هلا موضوع السكر هي فكرة بسيطة كتير الحقيقة الامر انه لا تاكل سكر الخلية السرطانية بدها تتغذى على السكر. لا ما هي الفكرة، هي مزبوط لانه مثل ما حكينا ببداية الحلقة انه الخلية السرطانية هي بتعمل بشكل دائم وبالتالي بحاجة الى طاقة اكثر، اما الخلية تدخل في مرحلة السكون والراحة، ليست بحاجة إلى غذاء أكثر. يعني مثل مثل إنسان بيشتغل بالأرض بده ياكل أكثر من إنسان قاعد وراء المكتب، بحاجة غذاء أكثر. فبالتالي هاي الفكرة إنه الخلية السرطانية تعمل بشكل دائم وبالتالي هي بحاجة إلى طاقة وسكريات أكثر. لا يعني إنه السكر هو بيغذي الخلايا السرطانية، بس نحن مثل متعارف عليه عالميا أو النصائح العالمية للنظام الغذائي هو نظام غني بالألياف، نظام غني بالبروتين، بالخضروات، بالفواكه، تجنب المشروبات الكحولية، ممارسة الرياضة بشكل منتظم. كل هذه عبارة عن أساليب وقائية من حدوث السرطان. نعم دكتور، بما أنه عم نوضح بعض الأمور، في كتير من الأشخاص بيصير وخاصة السيدات عندهم ليف
ففورا يمكن بيخافوا وبيقولوا انه او احد التشخيصات بتقول انه الليف ممكن انه يتحول الى سرطان. خلينا نحكي عن هذا الموضوع، وهل هو صحيح ولا لا الليف هو ممكن يروح وما بيتحول لسرطان؟ لا هلا طبعا حتى بهالسؤال هذا رح استغل، بس ارجع على موضوع السكريننج او التقصي بسرطانات الثدي كون حكينا على الموضوع. طبعا هون كمان رساله لكل السيدات انه نحن وقت بنعمل ماموجرافي او ايكوجرافي كل سنه او كل سنتين ما نهمل الفحص الذاتي اللي هو ضروري بهالموضوع هذا، لانه احد عيوب هذا الاجراء انه حدوث ورم بين الفحصين. فلذلك كمان نحن دائما بنركز على المريضه انه نحن بدنا نعمل ماموجرافي او ايكوجرافي كل سنتين، بس خلال السنتين هذول ممكن يحدث معنا شيء، فاذا حسيتي اي تغير بشكل الثدي او اي اعراض جانبيه راجعي طبيبك، لا تنطري على الفحص الثاني. فهي ملاحظه كمان كثير مهمه. اما فيما يخص الالياف او نحن نسميه داء الكيس الليفي، طبعا هو انا مرض شائع موجود عند السيدات بكل انحاء العالم، ممكن يكون 80 90% من السيدات تعاني منه بدرجه او باخرى باحجام مختلفه بين مليمترات الى سنتيمترات. هلا هو كعامل مؤهب للسرطان؟ لا، نسبه الخطوره فيه مثله مثل اي مثل السيدات الثانيين، الا اذا في عوامل مؤهبه ثانيه. مثلا هل هناك قصة عائلية نقول لسرطان الثدي؟ هل هناك سيدة تتناول حبوب منع حمل مثلا التي تعتبر حاليا من أهم العوامل المؤهبة أو المؤهبة لسرطان الثدي؟ عم يستخدموها كعلاج، لكن أنه الحبوب موانع عم يستخدموها كعلاج للأكياس يمكن هون بدنا تتاخذ بجرعات محددة دكتور؟ طبعا هلا هون نحن إعطاء المديد والمزمن، هلا في استطبابات معينة، فنحن بننصح أو بالتشاور مع أطباء النساء أنه ولو لفترة محددة صحيح. شهر شهرين ثلاثة لا يمنع هذا الموضوع، اما اعطاء المديد اكثر من سنتين بشكل دائم ومستمر هو اللي لازم يكون في على القليله شهر رياحه، هو اللي بيلعب عامل مؤهب بموضوع سرطان الثدي. نعم. يعني دكتور ايضا خلينا ننتقل لنحكي عن مركز الاورام الطبيه في مشفى تشرين، عن اليه العمل، عن الخدمات المقدمه. يعني مثل ما بنعرف دائما الجهود المبذوله يعني لا تنضب، دائما في جهود دائما حثيثه، خلينا نحكي عنه شوي. طبعا مركز معالجه كيميائي والشعاعي بمشفى تشرين جامعي معروف لدى الجميع، هو من المراكز المهمه بالجمهوريه العربيه السوريه بعد مشفى البيروني. مركز المعالجه الكيميائي والشعاعي عم يقدم خدمات كبيره لا تختصر في مدينه اللاذقيه، ولكن بطرطوس وحمص وحماه وحلب وبكل المناطق. ونحن يضم المركز شعبه المعالجه الشعاعي وشعبه المعالجه الكيميائيه اللي تستقبل مئات المرضى يوميا، وخاصه نحن حاليا بشعبه المعالجه الشعاعي. وهون بدي اوجه تحيه وشكر للسيده الاولى بزيارتها لشعبه المعالجه الشعاعي عندنا، والدافع الكبير اللي اعطيته بانجاز وتسريع المسرع الخطي الثاني. طبعا نحن المركز الوحيد حاليا عندنا مسرعين خطيين وعندنا كوبالت، هذا شكل نقله نوعيه وخفف كثير ضغط على المركز. مركز المعالجه الكيميائي قدم خدمات كبيره، وخاصه في سنوات الازمه الكل بنعرف في فتره معينه كان بعد العصابات المسلحه ما صار تهديم لمشفى الكندي ومشفى البيروني في فتره معينه خرجت عن العمل نتيجه الارهاب. فكان مركز المعالج الكيميائي والشعاعي بمشفى تشرين الجامعي هو المركز الوحيد الشغال، استقبل المرضى من كل المحافظات. كمان هلا في ظل جائحه الكورونا نحن مركز المعالج الكيميائي ما توقف ولا يوم عن تقديم الخدمه لكل المرضى في كل الاوقات. نعم دكتور، يعني بناء على حكيك عن المركز اليوم يمكن صار في اكثر وعي، وخاصه مثل ما ذكرت صار في كثير حملات عن يعني الكشف المبكر عن سرطان الثدي وسرطانات اخرى. صار يمكن تقريبا كل شهر في حمله لسرطان محدد ليكونوا الناس اكثر وعيا، واليوم اطبائنا دائما عم يكون لهم عملهم على الارض ومن خلال الندوات. خلينا نحكي عن المشاركه الاخيره وعن اهم المحاور يلي طرحتوها بالندوه الخاصه بالاورام، وكيف اليوم قديش مهم اليوم انه نحن بسوريا انه نجتمع من كل المدن السوريه ونتبادل الخبرات ونتبادل المعلومات من خلال المحاور يلي بنطرحها بالندوات. طبعا انا قبل ما افوت بندوتنا امبارحه راح احكي بس لمحه سريعه عن واقع الاورام الحالي بسوريا. أوكي. حقيقه الامر نحن واقع الاورام عندنا في تحسن، في تحسن يعني متزايد، في وعي اكثر. لا حتى واقع الاورام، طريقه التعاطي مع الاورام، طبعا نحن رح ارجع على
من اسبوع تم افتتاح مركز زرع نقي العظم بمشفى الاطفال برعايه صحيح. السيده الاولى صحيح. ونحن كمان هذا احد الانجازات الهامه جدا جدا ضمن واقع ممارسه الاورام. نحن من شهر كنا باجتماع مع اللجنه الوطنيه للتحكم بالسرطان بحضور السيد وزير الصحه ووزير التعليم العالي وحول المستقبل الاورام، وان شاء الله رح نشوف كثير امور جيده لقدام. نحن ضمن حاليا فتره اصدار بروتوكولات خاصه بمرضى الاورام مع محتوى مواصفات عالميه. نحن حقيقه الامر هذا موضوع كله بيساعد نحن لمواكبه العلم ووضع افضل البروتوكولات عند مرضانا. بالنسبه لندوتنا امبارح كان محور ندوتنا حول المستجدات في علوم الاورام بعد المؤتمر، نحن بنسميه المؤتمر الامريكي والاسكو 2021، فتركزت محاضراتنا امبارح عن اخر مستجدات الاورام. وحاليا نحن حقيقه الامر علم الاورام هو من اكثر العلوم تطورا. كل يوم في عندنا دراسه جديده، كل يوم في عندنا دواء جديد. لهيك التوجه الحالي في علم الاورام هو انه يكون علاج شخصي، نحن بنسميه بيرسوناليتي ثيرابي او بيرسوناليتي ميدسين، يعني كل شخص عنده كارت خاص فيه وعلاج مستقل عن الشخص الاخر. نحن من 10 سنين كنا نحكي ورم رئه، كل المرضى يتعالجوا بنفس الطريقه. هلا نحن عندنا 10 اشخاص تحت نطاق ورم الرئه بيتعالجوا كل واحد بطريقه مختلفه، اذا صار عندنا اكثر من مريض ضمن نفس الورم. ورم الكولون كنا نحكي عن ورم الكولون، هلا عندنا 5 أو 6 مرضى من اورام الكولون كلهم يعالج بطريقه مختلفه عن الاخر، ففي تطور كثير من هالموضوع. هذا ضروره هالندوات، نحن بنتبادل الخبرات مع زملائنا بدمشق، مع زملائنا بالمحافظات الثانيه. طبعا نحن في تعاون دائم ومستمر مع مشفى البيروني فيما يخص الموضوع الادويه، فيما يخص التعاون العلمي، فيما يخص الندوه. ودائما بيكون في حالات نادره يمكن لازم تنعرض على اطباء ثانيين، ان كان من قبل حضرتك او اطباء ثانيين. طبعا، لانه انا بعض الحالات نحن بيتم النقاش فيها، وفي حالات حقيقه الامر نحن بس نذكرها بنفتخر فيها، خاصه موضوع كثير حساس، وموضوع عند الحمل والسرطان. مثلا انا عندي حالي مثلا قدمتها الى لزملائي عند مريضه سرطان رئه صغير الخلايا. نعم. موضع مريضه متزوجه من 21 سنه ليس لديها اولاد، اصيبت بالورم وتم الشفاء الكامل من الورم، وبعد 6 شهور المريضه بتليفون انه المريضه حامل. ولا انا بتمنى رح اذكر اول حرف سين زين، بتمنى تكون هي معنا على الهواء. هلا ابن عمره 6 سنين ولدت وامورها، ابن عمره 6 سنين وبصحة كاملة، وهي بصحة كاملة تماما. يعني 6 سنين او هلا هي صارت 8 سنين شفاء من المرض، الولد عمره 6 سنين. وحالات اخرى لنساء حوامل واصيبوا بالسرطان اثناء الحمل وتم علاجهم بطريقة ممتازة، والسيدة بخير والاولاد بخير. فلذلك الحمل لا يعتبر مضاد استطباب للمعالجة، او حدوث سرطان اثناء الحمل لا يعتبر مضاد استطباب للمعالجة. يعني اخذنا جرعة امل، واعطينا مشاهدينا اليوم معك دكتور جرعة امل دائما بانه ما في شيء بيعجز عنه الطب اذا كان دائما في تطور طبعا، وبارادة اكيد رب العالمين. بدنا نتشكرك دكتور على وجودك معنا، بدنا نتشكر المعلومات اللي قدمت لنا اياها، ويعني نحن فرصة حلوة حضرتك اليوم من اللاذقية الى دمشق اليوم نقدر نعطي مشاهدينا اهم المعلومات والتفاصيل حول هذا المرض. شكرا. وانا بدي اتشكركم كثير، وبدي اتشكر الاخباريه السوريه، وان شاء الله الايام الجاي ايام خير لهالبلد بكل القطاعات ومن ضمنها قطاع الاورام بجهود السيد الرئيس والسيد لو الله يعطيكم العافيه جميعا. شكرا كثير لك الدكتور نادر محمد عبد الله، شكرا كثير لحضورك، والله يقويكم الكوادر الطبيه، يعني بترفعوا الراس دائما، يعطيكم الف عافيه. نورتنا. الله يعافيكم ويعطيكم العافيه. شكرا. شكرا لك دكتور.